فالزنا أحبائي هو في هذا السياق الحديث بيتكلم عن عدم الأمانة الزوجية، بيتكلم عن الخيانة، والكلمة اليونانية مستخدمة بورنيا اللي أجت منها كلمة بورنو أو بورنوغرافيك، هي بتتكلم عن كل أنواع الإباحية واللا أخلاقية اللي هي الممارسات الشريرة من الفسق والزنا والعهارة مجتمعة في هذه الكلمة. لكن خلي بالك إنه المسيح لما ابتدى بالعزة على الجبل ابتدى يطوب طوبى للمساكين بالروح، طوبى للودعاء، طوبى لصانعي السلام، طوبى للرحماء. فالشخص المسكين والشخص الوديع وصانع السلام والرحيم فبالتأكيد لا يطلق، دايما في مجال للغفران، دايما في مجال للمسامحة. فالمسيح هو مثالنا الأكبر في الصبر والتسامح. قال يسوع إلا لعلة الزنا، فالزنا هو الأساس لهذا الطلاق. أنا عاوز أكمل حديثي في هذا الموضوع، ابقوا معي بعد هذا الفاصل القصير.